وقلت بأنه قد تكون ورقة داعش هي الورقة الأخيرة لإيران في شمال لبنان. لأنه داعش. نعم، لأنه داعش يعني أو فلنقل الشمال اللبناني كما قلت لك هي آخر حاضنة سنية. نعم. وحاضرة سنية وخزان سني كبير في المنطقة متمثلة بطرابلس. نعم، طرابلس وعكار. نعم. لأسباب كثيرة يستطيع الإيراني كما فعل في الموصل، يعني قضية سيطرة تنظيم داعش الإرهابي في الموصل في 2014، التحقيقات كلها أظهرت أن الذي مكن لداعش هو نور المالكي والجنرالات الموالية لإيران في المنطقة. نعم. وأحيل ملفه إلى القضاء العراقي. نعم. وكان سيحاكم نور المالكي لولا تدخل قاسم سليماني بشكل مباشر لمنع المحاكمة. تركت الأسلحة الجديدة التي كانت قد أخذت من الأمريكيين، انسحب 25,000 عسكري عراقي مدججين بالأسلحة أمام 250 مقاتل من داعش، تركت التركة المالية الكبرى في المصرف المركزي الموصل في الموصل. لماذا؟ كان المقصود لتدمير هذه الحواضر السنية تحت عنوان تدمير داعش وجر الأمريكي تدمير الموصل طبعا وجر الأمريكي. نعم. لأن الأمريكي هو حساس بهذا الموضوع. نعم. الأمريكي كان يسعى لنزع بشار الأسد ثم أبقى على بشار الأسد عندما تغول داعش، لأنه يرى أن محاربة هذا الفكر هو عنده مقدم على محاربة بشار الأسد الذي أصلا لم يكن يعني خارج العباءة الأمريكية. نعم. فبالتالي ممكن التعايش معه. الآن الذي يحصل هو نفس السيناريو الذي يخطط إلى للشمال اللبناني. هناك استجرار الكثير من الشباب، يعني كل يوم نصحى على خبر أن هناك شباب أن هناك شبابا مفقودون في طرابلس. طيب نتفاجأ بعد أسابيع بأنهم يتصلون بأهليهم من العراق بأننا نحن مع تنظيم الدولة الإسلامية أو داعش.